بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور احمد ربيع، استاذ امراض البطنه والكلى. هكلمكم النهارده عن ازاي مريض السكر يقدر يتعايش معاه. طبعا هو بيبقى ابتلاء من ربنا، واحد بيجي له قلب، واحد بيجي له كلى، واحد يعني بطبيعه الحال ده نوع من انواع الابتلاء. فلازم اي مريض عنده سكر لازم يعرف ازاي يتعايش معاه، لان هو ده حاجه هتبقى على المدى الطويل، يعني على مدى حياتك هيبقى مصاحب ليك. فلو احنا قلنا النهارده ان في واحد صاحبك، هتعمل معاه ايه؟ بتشوفه ايه اللي بيرضيه؟ ايه اللي بيزعله؟ وبالتالي بتبدا تتعامل معاه على اساس ان هو يبقى فيه حميميه، ما نبقاش ناذي بعض يعني. فهو لو قلنا ان احنا هناخد مرض السكر كصديق، ايه المطلوب؟ هشوفه والله، هساله، هقول له انت يا عمي عايز ايه اللي يريحك؟ هيقول لك والله ما تتعبنيش بالنسبه للاكل اللي هو فيه سكريات كتير، اللي فيه دهنيات، حاول تريحني شويه بان انت تتعب نفسك. يعني ايه اريحك شويه بان انت تتعب نفسك؟ يعني لو انت خدت بالك من صحتك شويه ومشيت شويه ومارست نوع من انواع الرياضه، ده على الاقل هيساعد في ان يظبط السكر معاك، والسكر يبقى مبسوط منك قوي. الحاجه الثانيه، لازم اخد بالي من مواعيد الاكل بتاعتي. يعني مش خلاص انا بقى الحمد لله، يعني الناس اللي هي كبرت وجالها سكر على كبر، انا بتكلم على النوع الثاني من السكر، او كل وشبع قبل كده، لكن نبدا بقى ننظم حياتنا شويه، نشوف ايه المواعيد المناسبه بتاعه الاكل، واقسم وقتي واكلي على الموضوع ده. مش لازم اكل كل حاجه في نفس الوقت، على الاقل ان انا لو حاسس ان انا جعان اشرب ميه الاول. يمكن ساعات الاحساس بيخون الواحد، اللي هو حاسس انه جعان بس هو عطشان، فممكن انا لو خدت شربت ممكن ده يطفي الجوع اللي عندي، وبالتالي ابدا بعد كده اكل اكل خفيف. وانا انصح دايما الناس اللي هم عندهم سكر ان هو يبتدي بشرب الميه قبل الاكل، وبعد كده لو خد طبق سلطه حلو كده مليان كل الالوان بتاعتنا يبقى كويس جدا. يعني حط فيه كل اللي يجي لك نفسك فيه، اخضر واحمر وكل الالوان، وكل طبق سلطه زي ما انت عايز. يعني انا دايما اقول للمريض بتاعي، خلي اول حاجه مراتك تقابلك بيها بابتسامه طبعا، وبطبق سلطه كبير، بدل ما تخش على المطبخ تقعد تلقط حاجات وانت جاي جعان، فيبقى طبق السلطه الكبير ده، وبعد كده هتاكل شويه شوربه، او نبتدي بالخضار، طبق خضار طبعا كويس، وبعد كده عندك حته لحمه. وننصح دايما ان الاكل يبقى ايه، مشوي مسلوق، بعيد عن الدهنيات والدسم، عشان ده طبعا بيحافظ على السكر. فيبقى بعد كده بقى احتجت شويه رز، حته عيش، مفيش مشكله، لكن احنا هناكل كل حاجه بس بحاجات معقوله، ويا ريت نمشي بالترتيب اللي انا قلت عليه ده، هو بحيث ان ده بيساعد ان الانسان يقدر ينظم اكله، وبالتالي السكر بتاعه ينتظم طبعا مع المشي اللي احنا قلنا عليه، او ممارسه نوع خفيف من انواع الرياضه، مش انواع ثقيله، لان في انواع معينه لازم استشير الدكتور امارسها او لا. وطبعا مع العلاج بتاعي ومتابعه التحاليل بتاعتي، فده ممكن ان شاء الله يظبط معايا السكر، وبكده نقدر نقول ان احنا قادرين نتعايش مع السكر وما يأذيناش ولا نأذيه. وبنتمنى لكم السلامه ان شاء الله.